الليزر حضرتك هيتدخل في كل حياتنا. انت ممكن ما تعمليش اي حاجه في حياتك بعد كده. انا انت هتعملي ملوخيه بالليزر حقيقي؟ هتعملي اكلتي رز بالليزر؟ لا ما اكلتش رز بالليزر. ولا بالشعريه؟ الشعريه ماشي بالليزر بقى برضه الاثنين. يا دكتور ركز يا دكتور ركز على كتفها ليزر. اخدش يا دكتور. ما علينا ما علينا ما علينا. والله انا نسيت الرحلات اللي عندي والوقت مع حضرتك. والله لا مع حضرتك متعه 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 حقيقي. والليزر منورنا بصراحه. الليزر طبعا. يعني بصراحه يا دكتور الناس انا مش قادره الاحي على الاس ام اس ولا الناس كتير بتسال عن علم حضرتك. يعني في بنوتة في أم في أسر كاملة بتسأل عن علوم الليزر. تكبير تصغير تطويل تقصير كل حاجة كل حاجة بالليزر. يعني عمرة كاملة ممكن. عمرة كاملة بالليزر. لا حقيقي شيء مبهر. ومسألة تستحق الدراسة. ولازم نهتم بيها بشكل أكبر من كده ونهتم بعلمائنا اللي زي حضرتك. ناخد بالنا ناخد بالنا. عندك حق. ناخد بالنا ونقف كده نبص نشوف ايه حكايه الليزر. ده حقيقي الموضوع كبير كبير فعلا يا دكتور. وبصراحه يعني كل التجارب اللي حضرتك قلتها لي، يعني مثلا التجربه اللي حضرتك حكيتها النهارده بتاعه الراجل اللي كان عنده ورم واكتشفت ان هو العمليه تحول مسارها تماما. طبعا عمليه كانت رايحه في حته بقت في حته تانية. يعني بصراحه يعني انت كنت فوق رايحه في داهيه فوق. يعني كانت فوق بقت تحت. بالظبط. يعني كله بالليزر. يا ما شاء الله. بصراحه يا دكتور استفدنا منك. ربنا يخليكي. نورتنا وكترتنا. والله لا والعمليه بصي يعني شوفي انا عايز اوريكي حاجه برضو ما مش اي حد ياخد باله منها. ارجوك يعني شوفي العمليه اللي هي بتاعت الراجل اللي كان دماغه وجعاه ده. شوفي الوزره. شايفه الوزره؟ شايفه الشطف كمبيوتر عامل ازاي؟ كله بالليزر. تحفه والديزاين يجنن. بصراحة يعني في تاتش كمان. فينيشنج هايل طبعا. انا بيبقى معايا مهندس ديكور. واو مال لا حقيقي. لازم كله يبقى ماتشنج مع بعضيه. بصراحة يا دكتور يعني بجد نرفع لك القبعة. الله يسترك. وشيء مبهر جدا جدا وحقيقي نورتنا. ميرسي. وارجو انها ما تكونش اخر مره. محتاجينك في استشارات كتير. انا بشكل شخصي محتاجه اعمل حاجات كتير. ما نفضى بقى مش فاضيين لك اساسا. ميرسي يا دكتور نورتنا. وبنشكر دكتور ايمن حيدر استشاري علوم الليزر في الصوتيات والمرئيات والفضائيات، اخصائي علاج الكلو وعين السمكه بالليزر. عين السمكه. وبجد يا دكتور في عين الشكروت. ارجوك. لا دي جديده برضه. عمليه جديده. لا دي محتاجه بقى مقابله ثانيه وحلقه ثانيه. علوم ما بعد الفضاء الخارجي. ارجوك. ما هو علشان كده برضه انا شايفه في التايتل بتاع حضرتك مرئيات وصوتيات وفضائيات. دي محتاجه حلقات وحلقات.